بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 41 تدريبات exercises 14. أجب عن الأسئلة الآتية. Answer the following questions. إلى أين يذهب صلاح؟ إلى أين؟ Where is going to صلاح؟ Where is Salah going? Where is صلاح going? Where is صلاح going? صلاح. سلام. يذهب صلاح إلى المسجد، إلى المكتبة. ماذا يقرأ صلاح في المكتبة؟ What does reading صلاح in the library. What does Salah read in the library, or what is Salah reading in the library? Okay. What is صلاح reading in the library? What is صلاح? صلاح reading in the library. صلاح يقرأ كتاب في المكتبة. هل يذهب حسام إلى المكتبة؟ Is حسام going to library؟ نعم، يذهب حسام إلى المكتبة. إلى أين يذهب حسام؟ Where is حسام going؟ هل تذهب اليوم إلى أين يذهب حسام؟ يذهب حسام إلى المكتبة. هل تذهب اليوم إلى المكتبة؟ نعم، هل تذهب اليوم إلى المكتبة؟ Is you going to the library? Are you going? Are you? Sorry, are you going to the library today? Are you going to the library today? لا، أنا أذهب اليوم إلى المكتبة. ماذا تقرأ في المكتبة؟ ماذا تقرأ؟ What is reading? What is name? ماذا تقرأ في المكتبة؟ آپ کیا پڑھتے ہیں لائبریری میں؟ ماذا what does read in what does you read in library? What do you read in the library? What do you read? What do you read? You read in library. कोई भी नाम ले लें किसी किताब का. أقرأ القصة في المكتبة. استبدل كما في المثالين. Replace like in two examples. أقرأ الكتاب في المكتبة. I am reading the book in library. أقرأ الكتاب في المكتبة. مثال الأول. First example. الفصل the classroom. أقرأ الكتاب في الفصل. I am reading the book in the classroom. مثال الثاني. Second example. القصة the story. أقرأ القصة في
فصلي. الفناء، الفناء means courtyard. what yard. यार उर्दू में से इतना घरों के दरमियान एक खाली सी जगह रखते हैं लोग। पुराने जमाने में इधर होता था जिसमें पौधे लगे होते थे, घर वाले बैठते थे, उसको कहते हैं। ठीक से यार। अना अकरो अकरउल किस्सा फिल फना, किस्सा था ठीक है। الفنا. الدرس listen. أقرأ الدرس في الفناء حديقة. أقرأ الدرس في الحديقة درس في كتاب. أقرأ الكتاب في الحديقة المكتبة. أقرأ الكتاب في المكتبة. Alright, repeat. 19 20 21 19 20 21 واحد وأربعة. اقرأ الأعداد الآتية ثم رتبها. رتبها. الدرس ثانية تو الدرس وأربعون. الثاني وأربعون. الدرس الثاني وأربعون. الثاني وأربعون. التدريبات exercises الوحدة الرابعة وعشرة 14th lesson. التدريب الأول تكلم speak. أجري الحوار كما في المثال. start the dialogue like in the example. النادي المسجد. هل أنت ذاهب إلى النادي؟ are you going to the نادي من سر بكارني ولا بلاني ولا كلب جيسن CLUB كلب. كلب هل أنت ذاهب إلى النادي؟ Are you going to the club? لا أنا ذاهب إلى المسجد. No, I am going to the mosque. المكتبة الحديقة. هل أنت ذاهب إلى المكتبة؟ لا أنا ذاهب إلى الحديقة. هل أنت ذاهب إلى المدرسة؟ لا أنا ذاهب إلى الملعب. هل أنت ذاهب إلى المسجد؟ لا أنا ذاهب إلى الفصل. لا هل أنت ذاهب إلى الفناء؟ لا أنا ذاهب إلى المقصف. هل أنت ذاهب إلى الفصل؟ لا أنا ذاهب إلى المكتبة. هل أنت ذاهب إلى الحديقة؟ لا أنا ذاهب إلى المدرسة. هل أنت ذاهب إلى المقصف؟ لا أنا ذاهب إلى الفناء. هل أنت ذاهب إلى المدرسة؟ لا أنا ذاهب إلى النادي. التدريب الثاني اقرأ read سبع فصل. قصة مقصف الصومال صلاح مصر صديق سورة. إن سقصب وصل نقص نقص صديق حصل قنص. أعد التدريب الرابع. ده علامة صحيحا أمام الكلمة التي فيها الحرف الحاء. Put the sign of tick in front of the word which in it letter of ha. صباح استراحة حبل تفاحة صاد فصل قصة
صلاح مفصح تدريب الكتابة سل بين الجملتين المتماثلتين exercise number first exercise image بين الجملتين المتماثلتين سل بينهم Join two identical sentences. join two identical sentences join two identical sentences أذهب إلى المكتبة أقرأ القصة في الفصل أذهب إلى الملعب अब अजब इला मकतबा है ना तो उसको नीचे अजब इला मकतबा के साथ जोड़ देंगे बस, और इसमें कुछ नहीं है। अकरा उल किस्सा फिल फसल है तो नीचे अकरा उल किस्सा फिल फसल के साथ जोड़ देंगे। انسخ اكتب الحرف الصحيح مكان النقط فصل بالا فصل حبل صديق صباح صباح سل بين الحروف صباح صعب كاهل ठीक है। سل بين عبارات خمسة وما يناسبها من عبارات أنا ذاهب إلى المسجد ويقرأ في المكتبة يتشتري بخمسة قروش هذا قلم يتشتري من المقصف هذا القلم بخمسة قروش الدرس الثالث و40 43 lesson المسجد the mosque الوحدة الخامسة وعشرة 15th chapter unit الحوار the dialogue حافظ لماذا تسرع تسرع why are you تسرع Why are you in a hurry? Why are you in a hurry? in hurry why are you in hurry आप जल्दी में क्यों है محمد هذا أذان الظهر this is أذان الظهر Okay. this أذان الظهر أنا ذاهب إلى المسجد لأصلي I am going to the mosque لأصلي پڑھنے کے لیے for To pray. to pray لأصلي حافظ انتظر wait أنا أذهب معك I am going to I am going with you محمد تعال هنا لأتوضأ come here to do wudu Make wudu so that I can make wudu. so that I make wudu so that I حافظ انظر سي Look. لوك انظر لوك الإمام يدخل المسجد the imam is entering The mosque. the mosque the imam is entering the mosque محمد أسرع هري انظر إلى الصور
واجب وأجب وأجب عن الأسئلة. Look through the picture and answer about Look the at question. the pictures. At the pictures and answer about the questions. أين يدخل الدرسي؟ أين يدخل الدرسي؟ مدرس. आपकी आवाज बहुत खराब हो गया। ठीक है सर, अभी भी खराब ही है। अब ठीक है सर। पढ़े अलीना यदु खोलो, यदु खोलो अभी भी मदर। खराब है, आवाज अभी भी खराब ही है।